اقول لك حاجه مش عارف اصدقها ولا لا، بس انا كان نفسي اعمل فيديو قبل ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد عشان خاطر اتكلم ان الفرصه الاخيره لسولشاير مفترض قدام توتنهام، علشان خاطر ده الماتش اللي سير اكس فيرجسون طلبه من الجليزرز ومن اد وود، علشان خاطر لو سولشاير كسب يستمر. كنت عايز اقول لك ان سولشاير كده كده هيكسب توتنهام وتسبير حتى لو الماتش في وايت هارت لين، لان توتنهام وتسبير بيعاني معاناه غير طبيعيه مع نونو سانتوس، معاناه قد تصل ان هي تكون خلاص مرحله ان عدوا سولشاير بكتير، لان الحاج نونو جاي في مرحله خلاص يعني الفرقه فيها فكت وفرقه فيها قائد الفريق مش عايز يلعب، وسون هيون مين النجم بتاع الفرقه الثاني بعد هاري كين بدا ان هو مستواه يتاثر بتاثر مستوى هاري كين، والناحيه الثانيه كده كده في مشكله ناحيه اليمين، لوكاس مورا بيقدم اداء كويس، لوكاس مورا بيقدم اداء سيء اغلب الاوقات، في مشكله في صانع العاب جيفاني لوسيسيو او ديلي الي، في مشكله ان في قناعات ثابته ان 4 2 3 1 بتاعت نونو سانتوس يلعب بيها دايما باثنين ديفندرات يكونوا ثابتين في مكانهم سواء هولبرج او سواء اوليفر سكيب، في مشكله في خط دفاع توتنهام دايما في اللي بيكون جنب روميرو او حتى روميرو مش موجود بيكون في مشكله في اريك داير وفي مشكله في سانشيز، فتخيل بقى انت بتتكلم في ايه؟ رجليهم نقطه الكوره بتاعتك ناحيه الشمال ما لعبتش بيه النهارده عشان كنت خايف من وان بيساكا، الناحيه الثانيه بتلعب بايمرسون وايمرسون عمل ماتش كويس النهارده بصراحه يعني فاجئني. هتقول لي لا سولتشير للامانه النهارده استحق ان هو يكسب واستحق ان هو يكمل في مسيرته مع مانشستر يونايتد عشان خاطر سولتشير لعب ب 3 4 1 2. عيب عليك انت قديم وعارف ان سولتشير جرب كل حاجه مع مانشستر يونايتد، فالنهارده 3 4 1 2 دي مش اول مره يعمل، ده كان بيعملها اول موسم جه. يا راجل عيب عليك بقى يا راجل، ما انت عارف اللي فيها، عارف ان النهارده كانت مباراه ما بين فريق سيء وفريق اسوأ، بس الفريق السيء ده عنده كريستيانو رونالدو، وكريستيانو رونالدو في مرحله ان احنا في تحدي لكريستيانو، كريستيانو ما جابش جوان ماتش ليفربول، كريستيانو الاعلام كان بيهاجمه بسبب اللقطه اللي اتنرفز فيها، كريستيانو كان في كلام كتير، كريستيانو لما كان بيتكلم على ان هو مبروك يا جماعه انا جورجينا حامل في توأم، خلاص بقى كريستيانو جاي النهارده حط على توتنهام، كريستيانو في عز العشوائيه كتير اللي كانت موجوده جوه الملعب، كريستيانو سجل الهدف الاول من اسيست لبرونو فرنانديز، ابن بلدي بيمست عليا انا خدتها وان تاتش، ما يعملهاش غير كريستيانو رونالدو في الزوايا الميته دي، وبن ديفيس برضه الناحيه الثانيه ما يعملش الكره الهبله اللي ما عرفش يطلعها بدماغه دي غير بن ديفيس، حاجات كده يعني حاجات تخصص، بن ديفيس ما الكره ما تجليش غير منه، والجون ده ما يجيبوش غير كريستيانو رونالدو، وبعد الهدف الاول خلاص بقى مرحلة ان توتنهام يحاول ان هو يرجع في النتيجة في ملعبه، يعني تخيل في الوقت هارت لين توتنهام مفترض ان هو يرجع في النتيجة، توتنهام مش عارف يرجع في النتيجة عشان خاطر توتنهام مش عارف يمشي كورتين ثلاثة على بعض في الملعب، يعني الموضوع كان صعب جدا بالنسبة لتوتنهام، أما الناحية التانية مفترض ان هو كان قافل الدايرة بفريدو سكوت ماكدوناي وقدامهم برونو، فاحنا كنا شايفين ان المباراة مش واخدة طابع حماسي ولا واخدة طابع ان في فرص كتير هنا ولا في فرص كتير هنا، هي مجرد ملل كريستيانو رونالدو نهاية في اللقطة الفردية بتاعته. يسكت بقى كريستيانو على كده؟ لا، ينزل من نص الملعب ياخد واحده من برونو فرنانديز ويديها لكافاني يقول له يلا سجل، يلا سجل يا عم كافاني ونخلص الماتش ده على خير، وبعد ما فعلا كافاني سجل سولشير بس له كده والله انت حبيبي ومن ريحه السير اكس فيرجسون والله ربنا يبارك لي فيكم انتوا الاثنين، واحد بيقعدني مع الاداره والتاني بيقعدني في الملعب، الله يبارك لكم يا جماعه، كريستيانو معلش بس ممكن اغيرك عشان خاطر في ماتش في دوري ابطال الاسبوع ده، معلش مش غيرني عايز تنزل مين؟ لا ننزل راشفورد بقى وننزل ننزل نيماني ماتتش عشان كنا نطلع برونو ونقفل الملعب بقى على كده، نسكت بقى على كده؟ لا، دفاع توتنهام يا باشا مستمر في الضحك زي ما هو، الكره اتقطعت من نص الملعب، ماركوس راشفورد راجع من الاوفسايد، راح رجع وقف في ظهر ايريك داير واستلم الكوره وراح سجل، وايريك داير بيرفع ايده ان الكوره اوفسايد، يا باشا اللي بيحصل ده مش حاجات تضحك في توتنهام، ده حاجات تعدي مرحله اللي هو خلاص يا جماعه، انتوا عايزيني تاني في الضحك اكتر من كده يا جماعه، يعني خلاص الراجل واقف ومغطي واقف غلط وبعد ما الكره ما تم تسجيلها اول واحد بيرفع ايده ان الكره اوفسايد، هنعمل ايه يا باشا يعني خلاص بقى خلصنا على كده 3-0 وخلاص يعني الدنيا بالنسبه لنا راحت على كده، ومانشستر يونايتد طلع بالثلاث نقاط وسولشاير مستمر مكمل عاش يا وحش والله ولا عمل اي حاجه، وكلنا عارفين ان كريستيانو رونالدو لو وجوده في الملعب الدنيا كانت ضاعت خالص بالنسبه لسولشاير، اما كريستيانو ايكون ولا مش ايكون وقدر ان هو يكون مستمر وكريستيانو حي وكريستيانو موجود، الكلام ده كليشيهات لان كريستيانو رونالدو دايما هيكون حاضر، وكل ما حاطط حد لكريستيانو رونالدو هتلاقي ان هو بيتخطاه وبيعديه بكل سهوله، لان هو كريستيانو كده واحد من ملوك التحديات في عالم كره القدم. فهمت تيتا عزيزي في بتاع المباراه ولا لسه؟ لو فهمت اعمل لايك للفيديو عجبك وفهمت القصه، لو ما فهمتش اعمل ديسلايك وتشتم في الكومنتات براحتك. اما لو انت هتسالني انا ليه بصور هنا فتغيير عتبه يمكن الفيديو يجيب مشاهدات لما اغير عتبه